أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتبر لكم من مقدمي عليكم. فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيل. وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوني النصف من أنفسكم فاجعلوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم انقضوا إلي ولا تنظرون إني ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن توتر طاعة اللئام على مصارع الكرام. هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من مجير يجيرنا؟ هل من مغيث يغيثنا؟ هل من طالب حق فينصرنا؟ وهل من خائف من النار فيذب عنا؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ أخي زينب ناوليني ولدي الرضيع حتى أودعك. ويل لهؤلاء القوم إذا كان جدك المصطفى خصمه. يا قوم قد قتلتم إخوتي وأولادي وأنصاري، إن كان ذنب الكبار فما ذنب الصغار؟ فلم يبق مني إلا هذا الطفل، وقد جف اللبن في أمه، فاسقوه قليلا من الماء وهو يتلظى عطشا من غير ذنب. آتيه إليكم يا قوم، إن لم ترحموني فارحموا هذا الطفل. اقطع نزاع القوم يا حرملة، هيا دعه يا حسين. هون ما نزل بي، إنه بعين الله
اللهم لا يكن أهون عليك من دم فصيل ناقة صالح. اللهم إن كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه، وانتقم لنا من الظالمين، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل يا الله. دعه يا حسين فإن له مرضعا في الجنة. أهيس مهدا يا عبد الله، سهرت بربا يلي رباك هدمني، يا عبد الله شكثر با ويب حملة يا عبد الله القلب غذاك، وانت سلوت بوقتك يا عبد الله شكثر ناغا يوم بناظري شفته، يا عبد الله يا عبد الله فداي احليك درت والقلب وجع وسهم البنحر ماضي سمى بالقلب أثار، يا عبد الله يا عبد الله العطش مسبيك ونيران العطش تسعار، يا عبد الله عبد الله يا ابني يا ابني يا عبد أعلى أعلى يا عبد الله يا عبد الله سهرت الليل يا عبد الله عقب عينك دهري بيك سودني، يا عبد الله جنت أرجاك الدهري والكبر سني أهز مهدا يا عبد الله وعاين
دلالي يا عبد الله القلب لهاب عليك وعيني تهمل دم يا عبد الله يا ريح الهاب يا شوشب ساعدي البسام